مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. أنا إن شاء الله أقدم لكم كيفية معرفة سلالة الأرانب الرومية. يعني هذا الفيديو هو تعليمي في الحقيقة. الناس اللي كيقولوا لي يعني اسمهم السلالات ديال الأرانب وما عارفينش كيفاش نفرقوا بيناتهم. بالنسبه للبلدي راه كاينين سلالات مختلفه ولكن الناس ما مسمينهمش، انما يعني بالنسبه للرومي يعني البلدي كيقولوا بلدي، اما بالنسبه للرومي كاينين تقريبا السلالات اللي كاينين في المغرب كاينين اربعه. يعني ببساطه ممكن ان نوريهم لكم وتوليو نتوما على درايه بهذا السلالات هذه. اول واحد نهضروا عليه وهو البابيون. بابيون هو حنا كنقولوا في التربيه ديال الارانب هو سيدهم، يعني بالنسبه هو صادق في كلش، انما هو صادق اكثر في الذكر. بالنسبه للذكر ديما خليو بابيون يكون عندكم، يكون اصلي. تبارك الله، انا هذا البابيون راه كبر عندي، هذا دايرو انا للتزاوج، يعني مخليه للتزوج. هانتوما شوفوا الحجم ديال يدي تقريبا ما تبارك الله، راه يعني البابيون الاصيل هو هذا البابيون. تبارك الله صلاه النبي. الشكل ديالو هانتوما كما كتشوفوا كيكون عنده، هو على سمو بابيون لان كيكون على شكل فراشه مرسومه له في وجهه. كما كتشوفوا معايا كيكون عنده هنايا جيت العينين ديالو هكا بالكحل، كاين الاذنين ديالو كيكونوا كحل، وكيكون في واحد الخط هنايا في الظهر ديالو، وكيكون تبربيش هنايا عنده في الوراء ديالو. بالنسبه للالوان كاين فيه الوان ثلاثه، هذا ممكن كاين البياض وكاين السواد. كاين واحد النوع اخر كيكون هنايا ابيض وهنايا صفر، يعني هو نيس هو هكا بهذا الشكل، انما كيكون هنايا ابيض ولكن هاد الزواقه اللي دايره بحال الفراشه هي كتكون اما بالكحل اما بالصفر اما بالقري. اذا هادو هما بالنسبه للبابيون. صافي يعني الناس اللي مبتدئين ممكن انهم غير يشوفوا بالعين يعرفوا ان هذا بابيون. كاين السلاله الثانيه وهي كتكون شانشيلا. شانشيلا عاود هي السلاله اللي صادقه في الارانب بالنسبه للنتوات، يعني بالنسبه ماشي للذكور وانما النتوات. ها هي هذه شانشيلا تبارك الله، انتما هذه الشانشيلا الاصيله، هذه كتكون بهذه الطريقه هكا. هذا اللون هذا انتما كما كتشوفوا معايا هذه كتسمى شانشيلا. انتما كيكون النيف ديالها كيكون بالضبط، ما كيكونش مقمقم هكا وانما كيكون مفتوح، ما حدو كتكبر وهي كيولي نيفه كيولي مبزط، ولكن فيها حتى هي الوان. هاد شانشيلا كاين فيها اللون اللون المفضل عندي هو هذا، يعني هاد اللون هذا صادق في النتوه بزاف. كاين اللون الثاني وهو الاسود، هذا حتى هو كيتعتبر شانشيلا، هذا كيتعتبر حتى هو شانشيلا لون اسود. كاين لون اخر ما عنديش ولكن انا غادي نقول لكم شنو هو هذاك اللون. هذاك اللون هو غري، يعني كيكون كله غري بهذه الطريقه هذه. يعني تذكروا معايا كاين فيهم شانشيلا فيها ثلاثه الالوان. كاين هذا اللون هذا هانتوما كما كتشوفوا قهوي صفر، المهم مائل القهوي كيكون بربش. كاين هذا اللون هذا، وكاين هذا اللون الاسود، هذا اسود، وكاين الاخر غري، اللون غري. هذه بالنسبه للشانشيلا. اما بالنسبه حنا دابا هضرنا على البابيون وهضرنا على الشانشيلا، دابا غادي نهضروا على النيوزيلندي. هذا هو النيوزيلندي، هذا النيوزيلندي كما كتشوفوا معايا، هذا وهذا هو النيوزيلندي. باش كيتميز بالبياض ديالو، كيكون البياض ديالو لامع تبارك الله، وكيكونوا الاعين ديالو كيكونوا حمرين. انتما كما كتشوفوا معايا، انتما شوفوا اللون ديال العينين ديالو، كيكون اللون ديال العينين احمر. هذا ببساطه نيوزيلندي، هذا حتى هو صادق مزيان، ممكن انكم تخليوه في الذكر او النتوه ماشي مشكل. النتوه ديالو مزيانه صادقه.
الذكر ديالو شويه شويه، ولكن بابيون احسن منه. اذا تذكروا معايا هذا اللون، هذا ما فيش الوان، هو نيوزيلندي فيه لون واحد، هذا نيوزيلندي. هانتوما كما كتشوفوا راه مخبي هنايا، هانتوما شوفوا كيفاش داير، هذا نيوزيلندي، نيوزيلندي ابيض، الابيض كيكون هو البياض ديالو لامع، وكيكون الاعين ديالو بهذه الطريقه حمر بلون احمر. اذا تكلمنا على ثلاثه دابا، كاين البابيون اللي هو هذا، وهذا هذا هو بابيون زعما كما كتشوفوا، بابيون باين. كاين شانشيل شانشيلا، وكاين نيوزيلندي. باقي واحد في الحقيقه راه انه ما عنديش، ولكن غادي نشرح لكم كيفاش داير. كيكون هو كاليفورني، كاليفورني كيكون ابيض بحال هكا، كله ابيض غير النيف ديالو والاذنين ديالو اللي كيكونوا والذيل ديالو اللي كيكونوا فيهم السواد، كيكون اسود وما فيش الالوان، فيه يعني لون واحد، وهو انه يكون ابيض، يكون ابيض كامل، ولكن داخل فيه السواد في الانف ديالو، في الانف ديالو غير هنايا نعت لكم غير هنا هنايا، والاذنين ديالو سوداء والذيل ديالو اسود. هذاك سميتو كاليفورني، عاود هذاك حتى هو صادق في التربيه، هما تقريبا كلشي صادقين في التربيه، انما كاين الكاليفو عفوا البابيون والشانشيلا، يعني بابيون في الذكر والشانشيلا في النسوه، هادو كيصدقوا تبارك الله مزيانين. كاين واحد السلاله اخرى ولكن قليله، انا عندي هنايا ولكن قليله، وهو بابيون وانما هو فرنسي، يعني كيكون الزواقه ديالو الى لاحظتوا معايا كيكون فيها غير خط، خط هنايا رقيق، وهاد الزواقه ديال 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 هنا العينين ما كتكونش بحالو بحال بحال نقولوا مثلا هذا. شوفوا هذا، هذا بين بابيون، ولكن شوفوا كيفاش داير، ان هنايا الزواقه هنايا بين ديال بابيون، اما هذا هذا كتكون غير عنده غير هنايا، هنايا مكحل واحد شويه، وعنده واحد الخط هنايا رقيق غير رقيق في الظهر ديالو، هذاك سميتو بابيون فرنسي. ولكن هذه سلاله قليله، انتوما السلالات اللي غادي تحفظوا اشنا هما، هما البابيون، الشانشيلا، نيوزيلندي، الكاليفورني، هادو هما اللي تقريبا كنخدموا بهم حنايا في, 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 في المغرب. اذا الا كاين شي استفسارات انا راه الاشاره، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، حركوا صبعكم وزيدوا لتحت وتكيوا على ديك الايقونه ديال زر جام باش تساندوني، ونزيدوا لقدام. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيوا على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.